طابع قروي تراثي وسياحي رح تعيش قرطبة ليلتين مع الفن والفولكلور اللبناني. 25 و 26 آب هو الموعد لإطلاق مهرجانات قرطبة الثقافية والتراثية، حيث أعلن عنها الكرنفال السياحي بمؤتمر صحفي انعقد بوزارة السياحة. إن شاء الله هالحياة هي التراثية والفنية والفرح تعم كل لبنان، هيدا يغيتنا من خلال هالمهرجانات يلي عم نعملها. أنا بتصور لأني كنت عم بقول من فترة طويلة بأنه هالمهرجانات اللي بتكون بالضيع وبالأطراف خاصة هيدي إلها خصوصية معينة وأنا بهتم فيها أكثر. قرطبة منا كتير بعيدة لكن بنفس الوقت منطقة كتير جميلة تراثيا كتير مهمة وفيها إذا بدك هذا الطابع اللبناني التقليدي الأصيل. عم نحاول قد ما فينا نوسعها وتكون ضمن نطاق أنه نقدر نعطيها الزخم اللازم تتكون على قد المسؤولية. هو نزلت على العين تملي غمزتني تلاقيها تكرش مثل الترغل الصياد وما بيحضى فيها جرة من عيني مليه من عيني الجرة مليها بدي رضياني تضلي وهموم الدنيا تنسيها بصوم وبركع وبصلي للديان اللي بتحبيها لا تزيد الطيني بلي وعالحارة لا تزيد الشارة والقور يا ابو الهوارة يا مين ابو الهوارة قور يا ابو الهوارة يا مين ابو الهوارة من منشد وعالراحل ليلة 25 رح يطل الفنان عاصي الحليني مع فيفيان مراد، وب 26 رح تحمل السهرة عنوان كيف ما كنت بحبك مع جوزيف عطية وحنين. أما هالمهرجان فرح يكون له دور بتحريك العجلة الإنمائية والاقتصادية. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا وأهلا وسهلا اقتصاديا انت بتعرفي في كتير من الصناعيين فوق والحرفيين بيعرضوا منتوجاتهم بهالمناسبة، بيجي يعني الاف الاشخاص بيتعدى 10,000 شخص بيجوا اكتر من هالقد يحضروا الكرنفال. نحن بنعتبره يعني مبادرة عظيمة جدا لمنطقة الجرد العالي واللي هي عاصمته قرطبة، فهيدي أول عمل مهم ومنظم تقوم فيه البلدية بشخص الرئيس والأعضاء واللجنة عظيمة جدا، ويعني أرطبة حلوة كتير ولازم يعرفوها اللبنانيين ويشبهوا فيها.